فيما يخص اتصال أعضاء مجلس الأمة مع أعضاء الحكومة لما يطلبوا باش يتصلوا بالوزارات، الأمور سهلة يعني. السيناتور يطلب باش يتقابل مع أي وزير، احنا نديروا الموعد ونحدوا الموضوع نتاع الطرح اللي راح يمشي به السيد السيناتور الى الوزير. لماذا تحقق؟ احنا نحد، ما يقدر حتى وزير يرفض باش ما يستقبل سيناتور، بس حنا كان يستقبله كشخص هذيك مسألة ثانية، بس حكا سيناتور فيه قواعد فيه طرق.